بداية قصتي إنه أني عشت بعائلة أبوي وأمي منفصلين، فأبوي ربانا، يعني أبوي قاتل إنه ياخذنا إحنا ثلاث أولاد، إنه أبوي ربانا. عشت بأسرة ثقة تامة، صراحة أبوي كان عسكري، شخصيته كلش قوية، يعني أني كلش متأثرة به. كان هو وكيل إخراج جمركي، فكنت أني طالبة إعدادية ولازمة حساباته وشغله والمنافسات مالته، فعلمني أنه أعتمد على نفسي وأني طفلة، وهذا فادني بحياتي المستقبلية، كلش فادني، لأن رب ضارة نافعة مثل ما يقول. أنا أحيي وأدعم يعني مثل هيش عوائل، لأنه إحنا بطبيعة الحال إحنا مجتمع ذكوري، ودائما يكون الدعم المتعارف عليه فقط للولد، لكن مثل هيش عوائل هي أساس نجاحها هو التنشئة الأولى لها في منزل والدها، من والدها وضع الثقة بها ودعمها. بالنهاية قدرت هي، هو يعني كان تصرفه صحيح لأنه قدرت تواجه المجتمع، ما كان قدرت أنه تواجه كل هاي التحديات والعقبات لو ما هي أساسها صحيح ومتربية ببيت والدها بشكل صحيح. فالثقة والدعم والإيمان اللي والدها وضع بها يعني ترك آثار جدا إيجابية، وخلاها إنسانة مو ضعيفة، قوية، وتقدر تواجه هذا المجتمع. هو الأب مرتكز كلش، يعني مرتكز عمود أساس يعني بناء شخصية الطفل من ما هو طفل على ما يكبر. يعني ممكن الأم هو الجانب الثاني، الجانب الحنان، بس الجانب القوي والصلب وإظهار شخص للمجتمع هو مسؤولية الأب. فأني أشوف هو دوره كان كلش قوي وأساسي، وهيئها إلى أنه هيئ شخص انه هذا بعد ما ماتي شنو راح يقدر يكون. فهي كانت بالصوره الصحيحه وبالطريقه الصحيحه. تزوجت انا عمري 22 سنه، يعني 21 على 22 تزوجت. زواجي انه اخو صديقاتي يعني انعجب بي وجو يتقدموا لابويا، يعني احنا كان وضعنا المادي كلش اوكي يعني زين، فكانوا مترددين انه ابويا ما يوافق، وفعلا ما وافق ابويا، بس هم جابوا له ناس وهاي قنعوا، يعني كان مستواهم الطرف الثاني مو بمستوانا يعني الاقتصادي. صارت القسمه، تزوجت، فانجبت 4 اطفال. بدايه حياتنا يعني مستقرين، ما عندنا شيء والحمد لله، لكن كان وضع المادي كلش تعبان، أنا يعني كنت أعاني، بس مثل ما يقول يعني تسمعها حتى من أهله إنه هي بتخير وقاومت وسوتها وكونتها وكذا. عمري 28 سنة ترملت، توفى. كملت معهد يعني سنتين ورا الإعدادية، تعينت، كان راتبي يعني نقدر نعيش به، لأن هو باعتبار كان رزقه يعني محدود، كاسب، وكان يعني يوم يشتغل يوم لا. نظرة المجتمع أنه لازم أكو رجل، هذا التفكير أنه الرجل هو القوي، الرجل هو اللي يحمي، الرجل هو اللي صد، الرجل هو اللي عايش مع، رغم إحنا دا نشوف ندخل القصص كلها أنه بالعكس المرأة يمكن هي الجزء الأقوى. المرأة اليوم قادرة تعتمد على نفسها، تقدر تواجه التحديات أكثر، واليوم كثير من العوائل تنهار لأنه المرأة بدأت تمارس دور الرجل والمرأة مزدوج في عائلتها. فهاي النظرة نوعا ما يعني بالسنين السابقة كلش كانت يعني مسيطرة على جميع العوائل، اليوم شوية أكو نوع من الانفتاح والتقبل، إنه المرأة تقدر تواجه، تقدر وحدها تعيش، تقدر تواجه التحديات، تقدر تكمل، تقدر ترعي أولادها بطريقة أفضل. هذا الشيء خلهم أهلي يهوجون مني، إنه قالوا لي ماكو داعي تتحملين، على شنو المفروض تحفزي على الشغل على هاي. المهم أنا كنت عايشة حياتي أنا وأولادي، يعني هذا الموضوع ما أثر علي، كنت مسيطرة بعائلتي على الوضع المادي، يعني إضافة إلى وظيفتي أنا كنت أخيط يعني، والحمد لله والشكر. يعني أنا ما أشوف أنه أكو أرملة سابقة حقيقة وأرملة حالية، هو الإنسان شلون يصقل شخصيته. بالعكس إحنا اليوم أكو انفتاح أكثر، أكو فرص عمل للمرأة أكثر، اليوم المجتمع متقبل للمرأة كل المجالات، يعني ممكن اليوم المرأة أن يكون عندها محل، ممكن المرأة اليوم يكون عندها مشروع خاص، هاي الفكرة اليوم المجتمع يتقبلها أكثر من السنين السابقة. لكن الفرق وين؟ الفرق أنه هي كإنسانة قوية قدرت تواجه
هي مو موضوع انه ارمله او مطلقه سابقا وحاليا، بالعكس بالعكس هي قدرت بالظروف الصعبه. يعني اكو اشياء يمكن المجتمع ما كان متقبلها قبل 10 او 15 سنه، لكن هي قدرت ان تتخطاها وتخلق نفسها مكان في هذا المجتمع. وين يرجع الفضل؟ يرجع الفضل لوالدها اللي صقل شخصيتها وخلاها انسانه قويه تواجه كل التحديات. طبعا اختلفت النظره، اكيد كل ما يتطور الوقت تختلف النظرات المجتمع. فالأرملة قبل أني أشوفها كان كيان كلش يحترمون المجتمع، وأنه هي حتى تبقى مسمى باسم زوجها أنه هذه أرملة هذا الشخص، فكلش محترمة، وهي حتى الآن محترمة. يعني أي إحنا كل أرملة هي محترمة، لكن نظرة المجتمع وقذف عليها بكلمات أو بأمور ما تليق إلها. ممكن هي محترمة وكيان صحيح وإنسانة صحيحة، لكن نظرة المجتمع تخليها تفكر في نفسها أو يمكن تشك أنه أنا شنو، أنا وين. فأنه حتى نشوف زواج الأرملة هو اختيار وفكرة صحيحة للمرأة حتى تخلص نفسها، يعني تخلص نفسها من المجتمع اللي صار مجتمع انقسم قسمين، مجتمع ساذج جدا ومجتمع يحترم، فحتى تخلص نفسها من هذه الطبقة الساذجة. صارت القسمة انه عمري 28 سنة وترملت وانا عندي 4 اطفال. بالفترة اللي ترملت بيها كان والدي ووالدتي، يعني والدتي اللي هي زوجة ابويا اللي ربتنا، اثنيناتهم متوفين. وكان عندنا أخ واحد ما تحمل مسؤوليتي، يعني رفض أنه أجي أعيش وياه بالبيت. زوجته ما قبلت، يعني قالت شنو أرملة وأربع أطفال أنا ما أخذ راحتي. أمي منفصلين من زمان، يعني لا عايشة حياتها، يعني هي وأولادها وهذه. المهم بعد هاي كله رحت يم أقربائنا، عشت يومهم، بس ضايقت انه اني ما اقدر مثلا اطلع اولادي، ممنوع انت ارمله، تعرفون هاي القيود مال المجتمع مالتنا. فاني قمت اشتغل، يعني قمت اخذت من دائرتي سنه اجازه براتب تام، وفتحت ماكينتي وبديت اخيط. فبديت اخيط شفت نفسي اني ماديا مستقله، يعني بعد اني شنو مرتبطه بذولا اقربائي. أجرت وطلعت، لكن بقوا أقربائي يلاحقوني أنه أنت بعدك صغيرة، شلون عايشة وحدك أنت وأولادك، ما يصير كذا. الإشكالية والأفكار والعادات اللي متربي عليها المجتمع، أنه أنا اليوم أنه تبقى وحدها وهي يمكن صاينة نفسها سواء أرملة أو مطلقة أو حتى بدون زواج، لا إحنا يستصعبوها، مجتمعنا يستصعبها، يفضلون أنه ظل تحت جناح أو ظل رجل مأذيها ومعنفها أفضل، وانه هاي سياسة انه اللي تحملي وتقبلي افضل مما انه ظل انسانة واحدها معتمدة على نفسها. بالاضافة الى انه نظرة المجتمع، يمكن اليوم شوية اكو تقبل لهاي الفكرة، فكرة انه الارملة تعيش وتكمل حياتها والمطلقة تعيش وتكمل حياتها او حتى المتزوجة تعيش وتكمل حياتها. اليوم النظرة افضل وطريقة التعامل والتكيف معها اكثر يعني نضجا من السنين السابقة، لكن هواي عوائل ما زالت مع الاسف لليوم انه تنظر انه لا هي تكون تحت جناح او ظل رجل حتى لو معنفها او هي مو سعيده وياه، افضل مما انه تظل تعيش وحدها او تكمل حياتها وحدها حتى وان هي كانت قادره على ذلك. احنا شئنا ام ابينا انه احنا مجتمع عشائري، مجتمع يفرض انه المطلقه تتزوج والارمله تتزوج والبنت اللي توصل عمر معين تتزوج، فاحنا مضطرين مرات يعني انه نستجاب لهذا المجتمع، نستجيب الى انه هو متطلبات المجتمع انه بقاء المرأة بدون رجل هو غلط. فهذه نظرة مجتمعية دائمة، خصوصا المجتمع العراقي مجتمع شرقي ويطبق الصفات الشرقية بحد ذاتها على المرأة اكثر من الرجل. فواحد من اصدقائهم اللي هو كانوا يشتغلون هم بسلك المقاولات ومعارض مال سيارات، فقال لهم اكو وحدة عندها سيارة طبع عليكم. طبعا وضعي المادي كلش تحسن، اشتريت سيارة، اجرت، يعني قدرت اعيل اولادي، ادخلهم احسن المدارس، يعني الحمد لله والشكر. حتى اني يعني كملت دراسة، يعني قلت مكان ما اني ابدي اصفن واولول وارمل وكذا واثير عطف الناس، خلي اكمل دراسة. كملت دراسة، يعني دراسة جامعية على اختصاصي اني، والحمد لله كنت من المتفوقين. السنة الأولى قدرت أدفع القسط لأن أنا مجازة سنة، ويعني راتبي مال الدائرة اللي والأخيطة أنا عايشة بي أنا وأولادي.
السنة الثانية ما قدرت أدفع قسط، ففكرت أنه أنا ما أقدر أترك الكلية، شفت نفسي بيها، شفت مستقبل الأولادي بيها. فكانوا عندنا طلاب هم موظفين بدوائر ما يلحقون على المحاضرات الأخيرة أو المحاضرات الأولى، لأن تعرفين يطلعون هم موظفين يطلعون من دوائرهم يجون للكلية، فكانوا ما يلحقون. أنا شت أسوي مثل ما يقول استغليت هذا الشيء، قمت أسوي لهم ملازم وقمت أنا أدرسهم خصوصي في مقابل أنه مبالغ كل الزهيدة هم يدرون هاي المبالغ، حتى أدفع القسط مالتي مال سنة ثانية وثالثة ورابعة. الحمد لله مشت الأمور هاي السنوات الأربعة مال دراسة وتخرجت وكنت من المتفوقين، حتى فكرت أنه أكمل ماجستير، بس كان ظرف أولادي اللي عندي يكبرون احتياجاتهم زادت، مدارس أهلية خليتهم، فأجرت لهم بغير مكان أرقى يعني مقابل أنه أجار زاد علي، فما كملت يعني. الزواج الثاني اللي قنعوني بيه عمامي، وأني كنت ما مقتنعة يعني، ليش؟ لأن 35 سنة، لأن أني يعني قلت كافي الأولادي، يعني أنا أبدأ أكرس حياتي الأولادي، فأني ما أريد زواج ثاني. بس من قنعوني قالوا تخلصين من ضغوطات عمامك وتخلصين من ضغوطات المجتمع واسمك مطل يعني أرملة ويطمعون بعدك صغيرة وأنت محط أنظار الناس، فقبلي بهذا الزواج. قنعت نفسي أنه يكون أب الأولادي يعيني على هاي الحياة وأولادي دا يكبرون، وافقت. يعني أنا بحيث رحت للمحكمة دا أعقد أني لابسة أسود، ما قبلت يعني أذب على زوجي الأول. المهم فصار الزواج الثاني، هو قنع عمامي أنه هو متزوج بتعمه ومنفصل يعني ما عنده ما مرتبط، وافقوا عمامي. فقلهم أني مثل عنده أطفال اثنين، هو يعني على حد قوله أنه عنده أطفال اثنين وأنه أني راح أربي أولادها بالمقابل أنه هي هم تدير بالها على أولادي. شاءت يعني صدف أنه صار الزواج. من رحت أني تفاجأت عنده زوجات اثنين عندهم أولاد. هو سكن قل العمامي أنه هو داخل بغداد لكن هو كان خارج بغداد. طبعا هذه نقطة غافلة من عندها، لازم هي تسأل كونها هي ست واعية ويعني طابق وطالعة وعارفة أمور المجتمع والمجتمع وشنو بالمجتمع وشنو ممكن أكو أمور غامضة والأمور اللي مضمومة، فهذا غفلة من عدها. المفروض هي كانت تسأل وتتقص، خصوصا الزواج الثاني هو على اعتبار تجربة ثانية صعبة قدام نفسك وقدام المجتمع، فلازم يعني أتأكد وأتقص عن كل الأمور. زائد حاليا الزواج بالزوجة الثانية هو يحتاج إذن قاضي إذا كان عن طريق المحكمة، أما عن طريق رجل الدين فهذا بحث آخر. إحنا اليوم نتطرق للمواضيع القانونية اللي تخص الشخص اللي يتزوج زوجة ثانية، فأكيد إذن من القاضي، وبعد الكشف عن مقدرته المالية ممكن ينطي الإذن بالزواج الثاني. هنا يبقى السؤال، هل لو كانت هذه الإنسانة بتهم كانوا انطوها بدون سؤال؟ وهي هنا يعني المشكلة والتحدي الكبير أو العقبة اللي تواجهنا، يعني موضوع أنه متزوج نساء اثنين قبلها، هذا الموضوع ما ممكن إخفاءه، هو أما يعرفون ومتسترين على هذا الشيء حتى فقط أنه يزوجوها، ومثل ما ذكرت بالبداية أنه إحنا نقبل أنه تكون يعني ويا أي رجل يعنفها أو مو سعيدة ويا أو ما يصرف عليها، متقبلين هاي الفكرة، لكن ما نتقبل فكرة أنه هي ضل وحدها حتى لو كانت معنفة، بس المهم أنه أكو رجل يحميها من نظرة المجتمع. فهل هم لو كانت بتهم يعني مو بت أخوهم كان قبلوا أنه يزوجوها أو يعني يخطون هذه الخطوة كان ما سئلوا، أو هم عارفين أصلا من البداية أنه هو عنده هذه المشاكل وقرروا أنه هي تكتشفها بعدين وراء الزواج؟ ظلمت. إيه طبعا هي ظلمت وهي هم ظلمت نفسها. ظلمت نفسها بالزواج الأول. يعني إحنا اليوم يمكن من خلال هذا البرنامج لأخواتنا وزميلاتنا، حالات الطلاق كل هواية، يعني الطلاق ده يصير بالدقائق. اتصلت بعمامي يعني كنت أنا ما أعرف، يعني قلت لهم ترى هيك وهيك الوضع، قالوا ها هي أرضخي للأمر الواقع، وانت موظفة طبين وطلعين وهم ذولاك ربات بيوت، وانت فرضي شخصيتك، والمهم أهم شيء أولادك وياك الأربعة. الخطأ اللي ارتكبته أنا بحياتي أنه أنجبت من عنده ثلاث أطفال،
هذول الثلاث أطفال صار رابط يعني بيني وبينه. هي انظلمت وظلمت نفسها. شو ظلمت نفسها؟ من خلال هذا البرنامج الاجتماعي اللي ركز على حالات الطلاق، أكثر الضحايا، يعني اليوم حالات الطلاق تزيد بشكل مطبيعي، الضحايا والدافع الثمن الأكبر هم الأطفال. بزواجها الأول من هي ذكرت أن هي الحالة المادية ما تسمح وصعبة منذ زواجها لحد ما توفى زوجها. طيب 4 أطفال ليش؟ ها يعني هنا أنا لازم إحنا نوقف يمها. موضوع المتوارثين إحنا عليه وتربينا عليه أنه يجي ورزقه وياه، يعني رجاء خلينا نوقفه. يعني اليوم ترى الطفل مسؤولية ونسأل يوم القيامة عليه، أنه أنا من أجيب وقرر أنه أفكر أنه أجيب يعني شخص للمجتمع سواء ابني أو ولد، لازم أنا أكون متحملة مسؤوليته لما أوصله برا الأمان. الموضوع المادي كلش مهم، واللي يقول الموضوع المادي مو مهم فهو ده يكذب على نفسه. لا، الموضوع أنا لازم يعني سكنه، ملبسه، دراسته، لازم أأمن الهياه. فأربع أطفال بعاتقها، يعني هي بالنهاية تحملت هذا يعني هذا العبء وهذا التحدي الكبير. 4 أطفال عدد مو قليل، أنا لازم أدرس الموضوع. وبعدين رجعت ظلمت نفسها، يعني هي إنسانة بالعكس أنا أحييها كلش مجاهدة ومثال للمرأة الناجحة والمكافحة والقوية، يعني صدق سترونج اندبندنت وومن، يعني فظيعة. لكن ظلمت نفسها مرتين، يعني الله يحفظ أولادها وإن شاء الله يكونون عزوتها ويعوضوها على كل شيء خسرته. لكن 4، ثم انه انت من اكتشفتي هذا الزواج الثاني، من اكتشفت انه هو اساس الزواج كذب ومكذب عليها، ما اخلف ولا طفل، وان صار طفل واحد فخلاص لازم هذا الموضوع يكون اندر كنترول. لازم البنات كلهم اليوم احنا من هذا المنبر، يعني خلينا نقول احنا عن طريق الاعلام شويه نسهل الموضوع، وبناتنا اخواتنا صديقاتنا موضوع الانجاب مو سهل، بعدين ذولا ضحايا. يعني اليوم هي كأم هي قويه وقدرت تربيهم وتوصلهم برا الأمان وخلصون دراستهم، لكن اليوم كثير من الأمهات والسيدات ضعيفات اللي تضطر تترك أولادها، قسم ما عندها شهادة، ما عندها عمل، أهلها ما يتقبلون أولادها، تضطر تتركهم يم الأب. نشوف حالات تعنيف الأطفال من قبل زوجات الأب، أو يظلون الأطفال مشتتين ما بين عائلة الأم وما بين عائلة الأب. تذكرين قبل بال 2020 اللي الام اللي رمت اولادها بالنهر؟ ما هذا كله احنا من ايدينا، احنا لازم نسيطر على هذا الموضوع. انا اليوم من اقرر الزواج اوكي، هذا تاسيس مؤسسه، انا راح اخرج ناس للمجتمع، اولاد وبنات احنا مسؤولين عليهم، انا لازم اكون مهيئه للظروف والجو، مو يعني الشيء المطبيعي، لا قدر المستطاع، لكن انه لازم انا اول شيء ادرس انه علاقتي تكون مستقره بزوجي، الوضع المادي، الوضع الاجتماعي، تصير أول تجربة، يجي أول طفل، مستعدة للطفل الثاني؟ قامت الحياة الزوجية مستحيلة، يعني قاموا زوجاته يدخلون، هو قام عنده أطماع مادية أنه مثلا يصرف على ذولاك زوجاته وعلينا ما يصرف، لأن باعتبار أنت عندك راتب، يعني ظهرت هواي سلبيات بالموضوع. هذا الموضوع أثر، طبعا أنا من تزوجت أخذت أولادي ذول يعني من الزوج الأول، هذا الموضوع أثر على نفسية أولادي الكبار. أنا ربيتهم بجو يعني محترم، عزية نفس، خليتهم يكملون دراسات، بس أنا يعني شفت هذا الموضوع أثر على أولادي، قررت داخل نفسي أنه أنفصل. هي إنسانة استثنائية يعني ما شاء الله عليها. قرار الانفصال من أصعب القرارات اللي تتخذها المرأة حتى لو كانت هي معنفة أو تمر بمشاكل، لأن مجتمعنا اليوم ما متقبل كلش هذه الفكرة، وهو قرار مو سهل أنه المرأة من تنفصل، هذا يكون يعني فتحت فاصل بحياتها. موضوع القوانين العراقية أيضا، خلي من هذا مجالنا إحنا نطرحه أيضا، القانون العراقي ما منصف للمرأة، حتى حالات الطلاق التعسفي بالنهاية يكون الإنصاف للرجل، يعني المرأة خسرانة كل حقوقها، إما أن تتنازل عن كل شيء، أو هي ما يعني ما يتم طلاقها، أو تتطلق بتكون هي خسرانة بكل الحالات، خسرانة حياتها وأيامها وعمرها والمؤخر وكذا وكذا، بس إنه حتى تحصل على حريتها أو تحصل على أطفالها ويكونون الأطفال حضانتها. فالقانون العراقي مو كلش منصف. إضافة إلى ذلك، اليوم أي مرأة تريد ترفع أي قضية المحامين أتعابهم بالملايين، وهو أيضا يقول ليش، لأنه هي سلسلة قضايا مترابطة، يعني يمكن تستمر بالمحكمة أقل شيء سنة إذا مو أكثر، وكو قضايا اليوم إحنا نشوفها 3 سنوات وما محسومة لحد هذا اليوم، أكيد هذا المحامي يريد أتعاب
من عندها. هي قررت ان هي تدافع عن نفسها، لان هي الانسانه الشجاعه اللي دائما هي مدافعه ومجابهه لكل التحديات والازمات اللي تواجهها. لكن احنا نريد انه هي تكون مثال للمراه الضعيفة، انه تحتذي بهيك، مو انه تطلق، لا انا مو هذا قصدي، بس انه شلون ظلت شجاعة ومقاومة لحد اخر لحظة حتى تحصل على حقوقها. قرار الانفصال فرق اذا كان قرار من انسانة واعية وانسانة يعني اقل وعي، فاكيد هي دامها انسانة واعية فاكيد قرارها يعني هو صائب، كون هي انسانة واعية وعارفة خطواتها. واهم شيء باتخاذ هذا القرار من الانسان الواعي هو يكون مستقل ماديا، يعني شلون أنا راح أواجه حياة ما بعد الانفصال بالمادة، لأنه الزوجة أكيد تبقى يعني العفو المرأة تحتاج المادة، فالقرار يكون صائب إذا الزوجة كانت متمكنة ماديا أو عندها مقدرة تساعدها أو عندها فد مشروع أو عندها فد وظيفة معينة تساعدها، وكان الشخص الثاني اللي مرتبطة به هو غلط، فأكيد القرار صحيح وصائب. معظم حالات الطلاق هي سببها العصبية، العصبية أو تدخل الأهل، أو ممكن أنه أهله يفرضون عليه أنه أنت لازم تطلق زوجتك. فمو شرط يعني هو مرات مو يكون قرار، هو يكون يعني هو نهائيا بعيد كل البعد عن القرار، مرات أنه هي كلمة عصبية فتأخذ إجراءاتها وتصير قرار. فأنا اليوم من أسس هاي المؤسسة، هاي المؤسسة مو سهلة، والأم والأب الأولاد هي رسالة ونسأل عليها. فأنا اليوم جربت أول تجربة، صار عندي أول طفل، قادرة أنه أنا أخلف طفل ثاني أو أجيب طفل ثاني للمجتمع؟ أقدر أشوف نفسي، أدرس وضعي المادي والاجتماعي والأسري، قادرة يجي طفل ثاني. فأنه أربعة وضع مادي صعب، ثم وراها ثلاث أطفال، صعب الموضوع. بس أنا دائما الأمثلة اللي يصير وياي بصراحة هي سببها الرجل، يعني الرجل التسرع وبعدين يقول أني رجعت الصوابي أو أني كان تفكيري خطأ أو كان تدخل أهل فخلي أغض النظر، فترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي. أخذت أولادي وطلعت، اللي من زوجي المرحوم، أولادي اللي هو من زوجي الثاني بالقانون أخذتهم، يعني أنه حضانة تأييد وكذا وأخذتهم. بدأ يحاربني، هو بالبداية قام يدز لي جماعة، خلي نرجع، خلي كذا، دول أولادك والسلبيات صارت لا وهاي. وفعلا أكثر من مرة أطلع وأكو وعود من أروح ألقى ماكو هيك شيء. وهاي مو أول حالة نسمعها، نسمع أنه بالبداية من المرأة، يعني أو من هي المرأة معنفة أو وصلت إلى مرحلة أنه الحياة صعبة بينها وبين زوجها، يبدي يطلبها بالطاعة. هاي احد المشاكل، اطلبك بطاعه او تتنازل عن المؤخر او تتنازل عن حقوقك والنفقه. وانا ذكرت قبل شويه القانون نصوصه نوعا ما اللي انه تبين انه هي منصفه للمراه، لكن هي كلها منصفه للرجل. ما غير بيت الطاعه يعني تبدي هاي المشاكل النفقه، وانه هو ما متمكن، بالذات اذا هو كان مو موظف حكومي. لازم تثبتين انه انت هذا الشخص يقدر يدفع النفقة، وحتى وأن تخلف وكان هو موظف حكومي أو هو مستطيع وقادر على أن يدفع النفقة، يعني يصدر نوبات، يعني بعض القضايا شفناها يصدر به حكم إلقاء قبض، لكن حكم إلقاء القبض ما يتنفذ به على منزله، ممنوع، لأن هو مو يعني جناية أو قضية قتل، لازم يلقون القبض عليه وهو بالشارع. فهي كلها أنصاف للرجل، الرجل يقدر يتهرب من عندها. فهي عرفت ثغرات قانونية، هي اشتغلت بطولة بال، يعني نفسها جدا طويل، يعني أنا أحييها، لكن يعني هي تحط هدف، وأنا أشوف اللي يحط هدف مهما يطول باله يقدر يوصل له. لكن ايش قد اليوم بالمية أكو من هيج حالات؟ صح. أكو هواية بنات اليوم بالذات اللي أعمارهم صغيرة تقرروا لا، أنه أنا بس أريد أخلص، أنه أنا بس أريد حريتي وأريد أشوف حياتي، أنا تاركة كل شيء، أثاثي ومؤخري وإلى آخره، قسم منهم حتى يدفعون فلوس، لأنه الرجال يقول أنا ما أطلق وما هذا وإلى آخره، تدفع فلوس. وكهواية حالات أمامي صارت تدفع للفلوس تتنازل عن حقوقها بس حتى تحصل على حريتها، يعني مع الأسف. خليت محامي، وكلته محامي، راد مني كذا مبلغ كذا هاي، فأني قلت يعني هذا المحامي أنطيه هالقد وهذا المحامي هالقد وهذا، فأني ليش ما ألغي كل شيء وأروح أدرس قانون حتى أسلح نفسي. أنا من النوع عندي مرض أحب الدراسة، ففعلا وقفت كل شيء، لا ردت نفقة، لا ردت شيء، لا كل شيء وقفت، رحت قدمت دراسة قانون.
هو كل شخص يقدر ياخذ حقوقه، لانه هي اساس اقامه اي دعوه، هي اهليه وخصومه ومصلحه. فهي حتى اذا كانت مو محاميه كانت تقدر تقيم اي دعوه هي من حقها، خصوصا اذا كان الطرف الثاني اللي هو الزوج ما عارف واجباته، من حق اي مراه تقيم اي دعوه وتاخذ حقوقها. لانه اذا اكو خلل رجل ما عارف حق واجباته، لازم تقوم المراه دعوه حتى تعرف وتاخذ حقوقها. فمو شرط اني اكون صاحبه شهاده للقانون حتى اخذ حقوقي، لازم اني يكون عندي ادراك كامل حتى اعرف شنو حقوقي وشنو اني اللي اقدر اسويه. فاني ما اشوف انه هي دراستها للقانون، هي حلو انه درست هذا المجال وحلو انه اخذت حقوقها بي، بس لكن اني اقدر اقيم دعوه واخذ حقوق. هنا أنا وين نرجع نقطه البدايه، لانه هي انا باعتقادي الشخص المتواضع، لانه يمكن هي انسانه منذ الصغر، منذ كانت يوم والدها متحمله مسؤوليه وقويه ومواجهه التحديات وقادره تحتوي جميع المشاكل اللي تواجهها. اعتقد هذا الشيء صقل منها وخلاها شخصيه قويه وشخصيه مو سهله انه تنهار. الانسان اليوم مش قد ما يواجه تحديات بحياته، وكل ما كان هو صغير ومعتمد على نفسه ومتحمل مسؤوليه نفسه يقدر يتحمل الباقين ويحتويهم. فهي انسانه من هي صغيرة عاشت حالة انفصال بين أم والدتها ووالدها، لكن هذا الشيء ما أثر عليها، وكانت هي سند لأبوها وأيضا أبوها سند إلها، اتحملت مسؤولية عمل والدها. هذا الشيء مو سهل، خلق منها شخصية قوية، ولهذا إحنا اليوم نطالب الكل أنه يضعون ثقتهم ببناتهم وأولادهم، بالذات البنية. ليش دائما إحنا النظرة أنه البنية ضعيفة وما تقدر؟ لا بالعكس، أنا البنية أدعمها أكبر دعم من هي طفلة وصغيرة ويم أهلها يم أمها وأبوها. يكون الدعم موجه إلها أنه أنت إنسانة قوية، أنه أنت إنسانة قادرة، أنه أنت تستطيعين، أنت تقدرين، أنت ماكو شيء صعب أمامك، ويكونون الأهل داعمين إلها، راح يخلوها أول شيء ما تغلط، ثاني شيء تقدر تواجه هاي الحياة الصعبة. وكل ما نتقدم كل ما الحياة تصير صعبة. فهي اليوم لأنه هي من طفولتها أساس تربيتها الأساس مالتها هو كان صحيح، انه هي انسانه معتمده على نفسها، شخصيتها قويه، بالتالي من واجهت هاي التحديات وتوفى زوجها واطفالها ما عكست، لان هي متعلمه على المصاعب، بالعكس احتوتهم وبدل هذه المصاعب انطتهم دفعه حنان وربتهم تربيه جدا صحيحه. اليوم هي مثال للام المضحيه المكافحه اللي ربت تربيه صحيحه، وبالتالي من صار عندها 3 أولاد اخرين خلت انه حنيه والفه تكون بين اولادها الاربعه واولادها الثلاثه، لأنهم بالنهاية كلهم أخوان وكلهم ربتهم هذه الأم العظيمة. طبعاً اللي فرق هو هسه فرق هاي الـ5 سنوات الأخيرة خصوصاً أو السنتين الأخيرة، إنه كلش كثرة المنصات القانونية والزملاء المحامين ما مقصرين بكل بمعرفة كل التفاصيل من ناحية خصوصاً بالأحوال الشخصية، لأنه المجتمع أكثر شيء هو يحتاج الأمور الأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق والنفقة والحضانة. فكلها متاحة وموجودة وتقدر كل مرأة تطلع عليها، وممكن حتى أنا أشتري أقدر كتاب قانوني يعرفني بحقوقي، هي شنو اللي مترتب عليها، إنه شنو أنا أقدر أخذ حقوقي. فسواء من الناحية كأوراق وكتب وكل شيء موجود، يعني مو أكو ناس تميل للقراءة، قراءة الكتاب، أو ممكن أكتب على جوجل وأعرف شنو اللي مترتب علي واللي أقدر أخذه، وممكن على منصات التواصل الاجتماعي اللي هي هسه متاحة للجميع وكلنا نقدر نعرفها ونشوفها. القانون يعتمدون مو على دراستي الجامعية، يعتمدون على معدلي بالإعدادية. كان معدلي بالإعدادية كلش قوي، بحيث أول ما قدمت طلع اسمي يعني، فكملت قانون. أنا السنة الأولى والثانية يعني ما حد يدري، لا ما منفصلة قانونا، بس أنا منفصلة أسريا، يعني طلعت أجرت بغير مكان، كان يلاحقني أكثر من مرة خطف أولادي، بس أنا معلمتهم لأن يعني ذول أولادي الصغار إنه دير بالكم خاف أحد يجي يأخذكم، ترى إذا يأخذوكم أنا بعد ما أقدر أحصلكم. المهم كملت قانون، وكنت محط انتقاد حتى أقرب الناس إلي إخواني وأخواتي، شنو انت تكملين قانون، انت بيا حال وضعك المادي، ثم اني ما مأثر عليكم ولا قايله لكم تعالوا اعطوني، اني ارد احسن من مستواي ومستوى اولادي. الحمد لله كملت، تسلحت بالشهاده وبديت اني اداعب حقوقي. يعني اني في سنه بديت اول شيء نفقه لاولادي، ونفقه ماضيه ومستمره ويعني متراكم. ثغرات القانون قمت أعرفها، لأن أنا من درست القانون شوف أكو في الشيء
أحب أنوه عليه، أنا مو مثل أي طالب. أي طالب يريد يجي مثلا ياخذ شهادة ويطلع، أو كان وياي يمكن ضباط على مود الرتبة مالتهم أو شيء حتى يصير حقوقي. أنا عندي هدف كان، يعني أنا مثلا كنت مرات أجادل الأساتذة مالتي، فأجادلهم بشغلات يعني كانوا يقولوا لي ما شاء الله عليك أنت تجادلين كأنما أستاذ جاي يجادل أستاذ. فكان عندي هدف وغاية من دراستي للقانون، الحمد لله اجتازيتها وكنت يعني من المتميزين. كان تقديري لأربع سنوات جيد جدا عالي، لأن كان عندي طموح أنه همين أكمل يعني ماجستير. فتسلحت بشهادة القانون، بديت حقوقي وحقوق أولادي بالسرة. يعني مثلا كان عندي أملاك عندهم ما قدرت أحصل عليها، حصلت عليها بالقانون، نفقة لي والأولادي، أثاثي كله يعني أخذته، مستحقاتي كلها يعني الحمد لله والشكر أخذتها. هذه الحالة وصلها الرجل إذا انحرم أو المنع عن أطفاله، أما في حالة كانت الأمور طبيعية وأكو اتفاق أنه الأطفال ممكن، أو أكو اتفاق أو أكو قرار قضائي يحق لي يشوف الأطفال، أو اتفاق رضائي بين الطرفين اللي المنفصلين الأم والأب، فممكن ما يضطر الأب بالقيام خطف الأطفال. لكن إذا كل هذه الأمور ماكو، فأني أشوفه هو كل الأحوال هو التصرف هو يعتبر جريمة، ويعتبر يعني تصرف وسيلة ضغط وتصرف خاطئ. لكن أكو حالات تصير وتحدث حتى أمور تهديد وقتل وهو طبعا إذا كانت الزوجة عندها قرار بحضانة الأطفال وقام الزوج بخطف أو تغيير مكان الأطفال، فممكن ينحكم بالمادة 381 اللي هي ممكن ينحبس وممكن عليه غرامة، لأنهم باعتبار الأطفال بحضانة والدتهم، أو حتى العكس إذا هم بحضانة والدهم وتقوم الزوجة بهذا التصرف هم تنحكم على نفس المادة. اللي كان يسعدني أنه أولادي كلهم يمي، يعني أولادي من المرحوم وأولادي من زوجي الثاني. بالمقابل هاي ظروفي الخاصة وياه، يعني ويا طليقي، بعدين وراء 10 سنين يعني صار الطلاق. كنت كل ما أرفع دعوة طلاق 10 سنين كل الدعاوى للهجر للضرار يعني أنا سنة من السنوات عندي 12 دعوة. هي حتى حاليا يعني داخل المحاكم كلش أكو صعوبة بإجراءات الطلاق، لكن رجال الدين سهلوا إجراء عملية الطلاق بسهولة. يعني ممكن اليوم كل اثنين ما متفقين يروحون إلى رجل الدين، أما يجبرها أنه تتنازل عن حقوقها، أو أنه أنا ينطيج بعض أو جزء من حقوقك مقابل أنه نطلق بسهولة. أما إذا نجي اليوم والزوجة تريد ترفع قرار، تحصل قرار بالطلاق من زوجها اللي هو يسمى التفريق القضائي، فكلش صعوبة، يعني صعوبة الإثبات. يعني إلا أكو حالات كلش صعبة، مثلا يتناول المسكرات والمخدرات، أو أكو ضرر مادي كلش قوي يعني على الزوجة حتى تحصل هذا القرار. 12 دعوة، وكانت المحكمة خارج بغداد، لأن هو سكن خارج بغداد، فأني كنت يعني أطلع من بغداد يعني مرات 5:30 أطلع، يعني تيجي أيام ظلمة الدنيا على ضوء الموبايل أطلع حتى أوصل حتى أترافع. زين، المهم حصلت كل حقوقي وحقوق أولادي. النفقة باختصار تستحق الزوجة 3 نفقات، النفقة الماضية وهي من تاريخ الترك، يعني ممكن الزوجة ساكنة العفو يم بيت أهلها، فهي ساكنة ممكن 5 أشهر، فتقدر هذه فترة الترك اللي هي مطالبة بالنفقة تعتبر هذه نفقة ماضية، أو ممكن يم أهلها إلى حد السنة تقدر تقيم، لأنه هي تنحكم لها نفقة إلى حد السنة. أما إذا سنة وشهرين فإذا هنا القاضي راح ينظر بس بنفقة سنة. هذه تسمى النفقة الماضية. النفقة النوع الثاني النفقة المستمرة، هي من تاريخ إقامة الدعوة. إذا الزوج لم يرفق على زوجته لها حق تقيم النفقة المستمرة. أما النفقة المؤقتة فهي إلى حين صدور قرار للنفقة، لأنه أكو بعض الزوجات العفو هم ما يصيرون حال وما يعني العفو فقراء وما يقدرون أنه أنا أصرف على نفسي أو أقدر أعين نفسي، فيحكم لها القاضي بنفقة إلى حين صدور القرار، لأنه مرات يتأخر القرار
إلى شهرين أو يعني حسب الحالة. كان يطاردنا دائما، كان يأذينا أكثر من مرة، محاولة خطف الأولادي، حتى أنه أنا أرضخ للأمر الواقع وأرجع، لكن أنا كنت أقوى من هاي الظروف كلها. أكو خطأ بحياتي أنه تزوجت زواج ثاني، وأنه المفروض ما أنجب أطفال، يعني أنا من شفته إنسان مو قوي المفروض ما أنجب أطفال. هسه الثمن منه دفعه، أنا دفعته، يعني أولادي الحمد لله كلهم يمي، علاقة حب وود بين الأطفال، يعني الكبار والصغار، الكبار كلهم خلصوا جامعة وأرقى الجامعات العراقية الحمد لله والشكر، كلهم دخلوا مجال العمل، مجال التفاعلات الاجتماعية الحمد لله والشكر. علاقة كل السيئة، ليش؟ لأن كانوا يتذكرون أنه كان يضربني، كان يأذيني، يعني كان من يضربني يترك آثار جسمي. حتى أني بالفترة الأخيرة قمت أسوي تقارير طبية أنه أثر يترك بجسمي. من كان يدز أولاده من زوجاته اللي قبلي يخطفون أولادي، فكلش يعني ما يحبوه. حتى أنه أكو دعوة مشاهدة، بالمشاهدة ما يعني يضايقون، عندهم أتأس يوم هو يوم المشاهدة، أنا من أقعدهم وأقولهم امشوا دروح مشاهدة. طبعا القانون العراقي ما حدد المشاهدة بطريقة واضحة، لكن هي مذكورة بالمادة 57 الفقرة الرابعة للأب النظر في شؤون المحظون ورعايته وتعليمه. المشاهدة أنا أشوف أنه هي عليها الاتفاق الرضائي بين الطرفين أفضل، لأنه اليوم أنا صعب أعرض طفلي، أو خصوصا إذا كانت بنت، أعرضها لأجواء المحاكم. فهي حسب وعي الطرفين اتجاه أطفالهم، أنا شلون ممكن أخلي طفلي يتعرض لهذه المواقف، أو شلون أحميه من هذه المواقف، وأتفق مع الطرف الثاني على المشاهدة. أما المشاهدة داخل المحاكم وعن الطريق القضائي فهي حد يعني هي سلطة يقدرها القاضي، يعني هي سلطة القاضي بالتقدير المشاهدة والاصطحاب. التربية اللي مستلميها من أمهم مو نفس ما التربية اللي أو المعاملة اللي كان أبوهم يعاملها. أمهم علمتهم يمكن على الحنية والقوة والتماسك الأسري، وهذا عكس بنفسيتهم. ولهذا اليوم نقول إحنا الأطفال ضحايا، لأن هواي عوائل اليوم ليش يقول الأطفال ضحايا؟ من يشوفون هاي عمليات التعنيف، يعني هم يمكن أطفالها محظوظين بهذه الأم اللي كسرت يعني من المشاكل الموجودة، وخلت أكو نوع من الموازنة، يعني ما بين إن هنا أكو عنف لكن هنا أكو حنية واحتوتهم. لكن لو كانت هي أم ضعيفة وأيضا تعكس يعني شخصيتها لو كانت ضعيفة، العنف اللي تستلم من زوجها راح تعكس على أولادها، بالتالي إيش راح يطلع اليوم من المجتمع؟ راح يطلع ناس مرضى نفسيين، ودول المرضى النفسيين راح يعكسون هذا المرض النفسي على المجتمع وعلى زوجاتهم، بالتالي هي سلسلة مترابطة. وليش يقولون الأم مدرسة؟ لأنه هي أساس التربية، أساس كل شيء حلو. شنو الشيء اللي الزرعة بأولادها يعني بالصغر وبالتربية، هذا الشيء راح ينعكس على أولادها، وهم أولادها راح يعكسوه على حياتهم المستقبلية وبعملهم أيضا. فهي هنا النقطة الأساسية. طبعا هي المشاهدة بالعادة تنحكم 4 مرات بالشهر ولساعات محدودة يحددها القضاء، فحسب علاقة الطفل بالأب. يعني أكو أطفال أصلا هم متلهفين حتى يشوف الأب، وأكو أطفال لا، يعني هو انتماء كلش ضعيف الوالدة، فيعني هذه حسب يعني حسب كل حالات فردية هي. فالمشاهدة هي مثلا اليوم أكو عن طريق منظمات، أكو أطفال يشاهدون، أو عن طريق مثلا يم الأهل، أو عن طريق المحاكم داخل المحكمة. أما من ناحية العمر فهي الحد عمر 10 سنوات، هو من حق الأب يشاهد طفله، وبعده ممكن الأب هنا راح يطالب بالطفل بتسليم الأطفال على اعتبار انتهى دور الأم وتنتهي الحضانة بال10 سنوات، وممكن تتمدد إلى الأم لا أخ 15 سنة. لكن إذا انتهت لل10 سنوات فهنا بعد من حق الأب يقيم دعوة تسليم الأطفال على الأم ويأخذ الأطفال. والحمد لله أولادي هسه كلهم يمي ومستمرين بالدراسة. زجيتهم يعني نشاطات مثلا موسيقى، رسم، رياضة، في سبيل انه مو بس هي يعني هي مو بس الشهادة، يعني هي الثقافة المجتمعية جدا ضرورية. فأني الحمد لله والشكر يعني الطريق بعد ما قدر، يعني أني شافني تسلحت بالقانون، وبعد ما بقت علاقتنا انه بس المشاهدة.
يعني يجي يشاهدهم ويطلع. أنت أول وأغرب حالة اللي بالضبط. والله أني نصيحة إلى كل فتاة، أنه تتسلح بالعلم، تتسلح بالثقافة، تتسلح بالشهادة، لأن هاي كل ويكون يعني علاقتها برب العالمين قوية، أنه ما تترك تعاليم دينها وتكون يعني الإنسان لما يكون علاقته برب العالمين قوية يصير قوي. يمكن أني كل ظرف مريت بي أحس أكو سند وراي، سند مو أخ ولا أخت ولا عم ولا خال، أحس رب العالمين أنه راح يعني يقويني وفعلا قواني. وأني يمكن المعجزات بحياتي حصلتها بقيام الليل، يعني أني دائما مواظبة على قيام الليل والحمد لله والشكر، علمت أولادي على هذا الطريق، وبناتي هسه أني رافضة أنه مسألة الزواج، أقولهم لا كملوا دراسة، خلصوا بكالوريوس، خلصوا ماجستير، تلحقون على الزواج. وهي فعلا يعني هو الزواج مسؤولية وتنازل عن حقوق وأي، فالحمد لله والشكر. فاقد الشيء يعطي بغزارة، هي لأنه فقدت هذا الشيء، هي مع رغم هي كانت يعني خريجة معهد مثل ما سمعنا، لكن مو واصلة مرحلة الدراسة اللي كانت تطمح لها وتتمناها. فاليوم هي هواي، يعني احنا اليوم نشوف هواي أمهات ما قدروا يكملون دراستهم، يصرون على أنه أولادهم يكملون الدراسة وينجحون ويأخذون دراسات عليا، ويعني يدخلون مجال العمل ثم يرتبطون، ما يريدون الخطأ اللي ارتكبوه أولادهم يعيدوه. فهي فاقدة كانت لهذا الشيء، هي تريد تخلق منهم نساء قويات، دراستهم واصلين أعلى مرحلة، هم أي مرحلة يريدون يوصلون، يعني أعلى مرحلة بالدراسة تريدهم يوصلون، أعلى مرحلة بالتفوق بالشغل تريدهم يوصلون، هي حتى زاجتهم بالمجتمع وبالمنظمات وبال يعني البرامج الثقافية، أي النشرات الثقافية. فإذا هي تريد تشوفهم ما تريد يمرون بالمراحل الصعبة اللي هي مرت بها، تريدهم يعدوها. أنا أشوفها مرأة كلش قوية ومجتهدة، وعرفت تدخل بالمداخل الصحيحة حتى تحصل على حقوقها وحقوق أطفالها، خصوصا هي بعد ما زادت عليها المسؤولية. يعني من الزوج الأول أنا عرفت أنه هي عندها 3 أطفال، العفو 4 أطفال، ومن الزوج الثاني 3 أطفال، فهذه مسؤولية ومهمة كلش صعبة. وأشوف أنه هي انتبهت إلى دراستهم وإلى وضعهم، وأكيد خريج يعني هذا الجيل يخرج من هذه الامرأة اكيد راح يكون جيل هو يفتخر به. انا يعني بالنهاية يعني كلش كنت سعيدة من سمعت هذه القصة، لانه تنطي امل. فاحنا نريد يعني اليوم انه بناتنا يكون عندهم امل، اخواتنا صديقاتنا يكون عندهم امل، انه الحياة ما تتوقف، وليس على الانسان الا ما سعى، والانسان ايش قد ما يسعى رب العالمين يوفقه، وماكو شيء مستحيل ابدا. وكل ما انا قوية كل ما اقدر اتقدم واحقق واوصل اللي اريده. طبعا هاي النصيحه راح تكون للشباب اللي هي اليوم اني شاب اريد مقبل على زواج واريد اتزوج، لازم اشوف الطبقه المناسبه الاجتماعيه والاقتصاديه حتى نقلل من الفوارق الطبقيه. يعني اليوم المشاكل اللي تحصل والطلاقات اللي تصير بسبب الفوارق الطبقيه، وهذا سبب يعني للطلاق، الفوارق الطبقيه. يعني ممكن اليوم اني طالب افرق عن صديقي اللي متمكن وماخذ شهاده وعنده ممكن تكون شركة أو مشروع، وش قد ممكن يخلي احنا اللي نسميه هو الغايب للزوجة. يعني الطالب يفرق عن العامل، العامل يفرق عن صاحب المشروع إذا يقدر يخلي غايب على نفسه، لأنه هو هذا يبقى ذمة مالية برقبته. فأكيد لازم أكو فد طريقة. يعني اليوم أنا عامل، أنا ايش قد أقدر أخلي غايب على نفسي؟ ممكن أني 5 ملايين، زين أني هاي 5 ملايين بعدين مطالب بها أقدر أوفيها إلى هذه الزوجة بعد الطلاق؟ أو أني ممكن طالب، لأنه نشوف هواية حالات طلاب يقول أني طالب وما أقدر أسدد هذه النفقة وينحبس، وهذا الشيء كل يعني الشيء كل شيء سيء له. فهنا النصيحة هي النظر إلى الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالشيء اللي يناسبهم.